دلوقتي بقى وصلنا لاخر فقره حلقتنا النهارده وهي فقره وان شوت. النهارده في وان شوت وكالعاده بنلقي الضوء على كل الايجابيات في الوسط الرياضي، والنهارده هنتكلم عن فخر العرب، فخر كل المصريين محمد صلاح اللي بيواصل كده كتابه التاريخ وبيواصل سلسله الجوائز الفرديه العالميه. محمد صلاح امبارح حصل على جائزه جلوب سوكر 2022 لافضل لاعب بتصويت جماهير تيك توك، وعايزه اقول لكم ان اضيء مساء يوم الخميس برج خليفه في الامارات بصوره النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي في ليله سعيده جدا للكرة العربية والمصرية. محمد صلاح حدوتة مصرية رائعة، كل يوم نقدر نقول ان هو بيحقق انجاز جديد، بيكتب تاريخ جديد. عايزة اقف كمان كده عند رسالة محمد صلاح اللي قالها بعد تتويج بالجايزة. صلاح اتكلم في نقطتين، الاولى ان هو سعيد جدا ان الجايزة من تصويت الجمهور وده شيء عظيم. النقطة بقى التانية ان هو طلب من كل واحد عنده حلم ان هو يحارب على حلمه ده، لان مفيش مستحيل. قال ان طالما انا عملت كده يبقى اي حد يقدر يعمل كده. بقالي 11 او 12 سنة في اوروبا، مفيش فرق كبير بيننا وبينهم في الموهبة، بالعكس احنا زي بعض، الفرق في العقلية فقط. هما دارسين حاجات احنا مش عارفينها. نصيحتي ان تكون جاهز لانك هتقابل حاجات مش هتكون سهلة عليك. ودي اكيد رسالة مهمة جدا لكل المواهب، انك قادر تنافس اي حد في اي مكان، بس المهم ان انت تكون جاهز للمنافسة دي. كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برنامج اخبار اون تايم، يا رب نكون اوفناكم بكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية، واشوفكم بخير والى اللقاء.